بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. النهاردة إن شاء الله عندنا حلقة مميزة استكمالا طبعا لسلسلة الحلقات اللي بدأناها من الحلقة اللي فاتت، وهي تكريم أبطالنا عشان نحط حضراتكم في الصورة معنا على حجم الإنجاز الكبير اللي حققه النادي الأهلي هذا الموسم في الألعاب الأخرى. كنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن ثلاث ألعاب فقط، وهما السلة والطايرة واليد رجال وسيدات، وقلنا ان النادي الاهلي حقق 16 بطوله فقط في الثلاث فروع دول سواء رجال او سيدات، 16 بطوله حتى الان ما بين بطولات محليه اقليميه او قاريه، 16 بطوله. اقرب المنافسين لنا عشان برضو نبقى عارفين الميزان رايح فين، اقرب المنافسين لنا بيبقى مش منافس واحد، كل لعبه وليها منافس مختلف. كره السله سيدات سبورتنج، كره السله رجال الاتحاد، كره الطايره وكره كره الطايره رجال وسيدات الزمالك، نفس الوضع بالنسبه لكره اليد الزمالك، ده بالنسبه للرجال. بالنسبه للسيدات الشمس، فاحنا بننافس هنا مجموعه كبيره من الانديه، كل نادي بيتميز في لعب او اتنين. احنا النهارده حققنا 16 بطوله، اقرب المنافسين لينا وهو نادي الزمالك بطوله واحده، ونادي الاتحاد السكندري وهي بطوله واحده. كاس مصر وافريقيا، افريقيا لكره الطايره سيدات في نادي الزمالك، وكأس مصر لكرة السلة في نادي الاتحاد السكندري. والنادي الأهلي النهاردة حصد 16 بطولة، وما زال ينافس على 4 بطولات أخرى.